قال رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أن البلدية لم تستفد من المنحة الخليجية في مشاريعها، عازيا ما تحقق من منجزات على مدار عامين إلى تفعيل الكادر الوظيفي وتحصيل حقوق البلدية المترتبة على مواطنين ومؤسسات. واعتبر بني هاني خلال مؤتمر صحفي عقده لوسائل الإعلام المختلفة في محافظة إربد ادعاءات البعض حول جهود نيابية أسهمت في تحسين واقع الشوارع وتحديث أسطول آليات البيئة وغيرها من منجزات بمثابة لغط لا أساس له من الصحة، وأن الأرقام المالية تثبت ذلك في البلدية في وقت تعجز فيه أي جهة عن إثبات نقيض ذلك. إحنا لما جينا على البلدية في 28/8/2013 كانت ميزانية بلدية إربد لا تتجاوز 28 مليون دينار. لما استفسرنا من المدير المالي قال 28 مليون دينار هن فقط كافيات يغطن الرواتب وفاتورة كهرباء، والقرض السنوي كان 3,200,000 بتذكر، والمحروقات وقطع السيارات، وجوز تلاقي لك 500,000 600,000 700,000 تشتغل زي ما اشتغلوا الناس، هو أنا ربعة هو أنا شارع هو أنا كذا، يعني سوليف زيه. طبعا على مستوى بلدية إربد تحكي أنت مليون مواطن وكوادر 4,000 موظف تخدم 23 منطقة 16 بلدية دمجن في بعض، أكيد المبلغ يعني ما بنحكاش نهائيا ولا بنجاب سيرته أنه ظل عندك 600,000 ولا مليون ولا 1,200,000. وفيما يتعلق بالدعم الحكومي للبلدية قال بني هاني أنه غير موجود، وكل ما حصل أن بذل وزير البلديات جهدا يشكر عليه في إعادة نسبة المحروقات المخصصة تاريخيا للبلديات إلى سابق عهدها بعد أن خفضت على مدار سنوات من 8% إلى 5%، لافتا إلى أن هذه الحصة حق مكتسب للبلدية شأنها شأن البلديات كافة ولا تمكن إدراجها بسياق الدعم الحكومي. وثمن بني هاني تفهم الوزارة والوزير لمشكلات البلدية والسعي إلى إيجاد حلول لها، لافتا إلى ضرورة استمرارية هذه الجهود حتى تؤتي أكلها، خاصة وأن المدينة شهدت موجات لجوء زادت عدد سكانها بمقدار 250,000 شخص. بصدد موضوع عقد مؤتمر صحفي بمرور سنتين على المجلس الحالي المنتخب، احنا من العام بمرور سنة واليوم بصادف مرور سنتين على هذا المجلس. شو الطموحات وشو الأمال اللي كانوا متوقعينها المواطنين، وشو طموحات البلدية ومشاريعها وأولوياتها اللي هي طارحتها على الميدان. زي ما حكينا بالمؤتمر والحمد لله طبعا احنا يعني الطموحات كبيرة وعندنا أولويات، هي أولوية أول واحد اللي هي البيئة. البيئة مشروع يعني أولوية، موضوع مشكلة البيئة اللي بتعاني منه بلدية إربد من تكاثر عدد السكان، توسع المدينة بالشكل الكبير جدا اللي صار مع وجود إخواننا السوريين اللاجئين بأعداد كبيرة جدا، انت طبعا مرحب فيهم بين اهلهم لكنهم مشكلوا عبء برضو على البلديه ضمن كوادرها. احنا كان اهم شيء انه يعني نزيد اليات عدد البلديه او نحدثها اللي كنا نعاني منها، نزيد كوادر البلديه وهذا بيتطلب ميزانيه. المشكله الثانيه كنا نعاني منها اللي هي عاده خلطه سفله شوارع مدينه اربد. اربد يعني لما نحكي اربد اللي هي 400 كيلومتر مربع بما فيها 16 بلديه اللي دمجت في بلديه اربد. الخطه الاوليه وضعت في بدايه تولينا المسؤوليه في عام 2013 في نهايه العام 2013 انه بلدية إربد بحاجة إلى 8 مليون متر مربع من الزفتة لنقوم يعني بالأولويات اللي بحاجة. خلينا نقول هاي طبعا لما نحكي احنا عن 8 مليون متر مربع يعني بنحكي عن مبلغ 40-50 مليون دينار أردني. لما بنحكي عن أصول بلدية بتطلب منا من 8-10 مليون دينار نحدث أصول بلدية، لأن أصول بلدية كان متهالك ومنتهي. وفيما يتعلق بالواقع المروري أوضح أن البلدية عالجت العديد من الاختلالات المرورية من خلال عمل ميادين جديدة وإزالة أخرى وإغلاق بعض الجزر الوسطية ووضع المطبات والعواكس والإشارات الضوئية واستبلاغ قطع أراضي لنقل بعض المجمعات كمجمع فوعرة. وختاما لفت بني هاني إلى أن النية الآن تتجه نحو إعادة تأهيل مجمع عمان للسفريات ورصد له قرابة 2,000,000 دينار، وطرحت عطاءات إعادة التأهيل من خلال منحة، وكذلك الحال بالنسبة للأزمات المرورية على دوار الثقافة الذي رصد له مبلغ مماثل. زيد المراجدة، الحقيقة الدولية، إربد.